واشنطن مع مراسلنا جو تابت. كان هناك العديد من المواقف لوزير الخارجية أنتوني بلينكين جو كما تعلم في هذه الزيارة الأوروبية، ويبدو أنه أيضا سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل في باريس. تفاصيل أكثر حول هذه المواقف وأيضا ماذا في جديد المواقف من واشنطن تحديدا. جولة الوزير أنتوني بلينكين إلى أوروبا هي من ضمن مسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى تشجيع الدول الحليفة وتحديدا في حلف الناتو لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. هناك مواقف متطابقة في شأن إيصال الأسلحة الفتاكة المتطورة إلى الجيش الأوكراني لصد خصوصا سلاحي الجو والمدرعات الروسيين. وقد نجحت واشنطن ومعها حلف الناتو في إنزال أو في مساعدة الأوكرانيين على إنزال خسائر بشرية وخسائر في المدرعات في صفوف الجيش الروسي، الذي في الواقع ووفقا لمعلومات القيادات العسكرية والأمنية في واشنطن فأن بوتين يشعر بأنه في مأزق، وهو يحاول بشتى الوسائل الخروج من هذا المستنقع الذي أوقع نفسه وأوقع نظامه وشعبه ومؤسساته المالية والاقتصادية فيه. فيما يتعلق بعملية المطالبة الأوكرانية لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا، واشنطن تعتبر ذلك بأنه عمل حربي أو بمثابة التورط بحرب مباشرة مع روسيا، وليس هناك رغبة للقيام بذلك. هناك أدوات كثيرة ألحقت الضرر ببوتين من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية وعزل روسيا كليا عن النظام المالي والاقتصادي في العالم، وأيضا من خلال الحركة أو الحالة الوطنية الأوكرانية التي في الواقع تجلت بأوجه عدة للقيام بمقاومة شرسة تلحق الأذى بالجيش الروسي. هذا ما تنوي واشنطن القيام به وتواصل ذلك من خلال جولة بلينكين وأيضا جولة رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي.